السلام عليكم. مواصفات شاومي ريدمي 9 وسعره بالسوق الجزائري والعالمي. في البداية نأمل منكم دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واترك تعليق حول الهاتف. فئة كبيرة من العملاء يرحبون بأحد أفراد العائلة الجديدة شاومي ريدمي 9 الجديد. مميزات الهاتف: شاشة مساحتها كبيرة بحواف ضئيلة بدروب نوتش مع ألوان زاهية وإضاءة قوية من نوع IPS LCD Full HD Plus مع توفر طبقة حماية من زجاج كورنين غوريلا، الإصدار الثالث مناسب لكل الفئات. أداء التليفون سلس لدرجة كبيرة بسبب المعالج الجديد ميديا تك هيليو G80 بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يتيح لك سرعة وأداء جيد للغاية في هذه الفئة حتى مع ألعاب بوبجي أو فورتنايت أو كول أوف ديوتي. يتوفر الهاتف بعدة مساحات: الأولى 32 زائد 3 جيجا بايت، والثانية 64 زائد 4 جيجا بايت، والثالثة 128 زائد 6 جيجا بايت. يمكنك اقتناء ما تحتاجه حسب إمكانياتك. الهاتف نزل بأحدث نظام تشغيل أندرويد النسخة 10 وواجهة MIUI 12. يوجد مدخل مخصص لتركيب بطاقات ذاكرة إضافية كارت ميموري دون التأثير على مداخل شريحتي الاتصال. يوجد بالهاتف بلوتوث الإصدار الخامس. الكاميرات الخلفية ومستوى الصور الملتقطة بموبايل شاومي ريدمي 9 جيد إلى جيد جدا، خاصة في إضاءة النهار القوية، حيث يوجد 4 عدسات الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل زاوية واسعة، العدسة الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزاوية رؤية فائقة الاتساع لتصوير المساحات الكبيرة، بينما العدسة الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل من نوع ماكرو لتصوير الأشياء القريبة، العدسة الرابعة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل. الكاميرا السيلفي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل. يمكنك تصوير مقاطع الفيديو بجودة فول اتش دي تصل إلى 1080 بمعدل 30 فريم في الثانية الواحدة. توفر المستشعرات الأساسية مثل بصمة الإصبع سريعة الاستجابة مع حساس التقارب والبوصلة والتسارع. دعم راديو اف ام لا يحتاج إلى الاتصال بسماعات الرأس لكي تعمل حيث تعمل لاسلكيا. بطارية قوية ضخمة تصل إلى 5020 ملي أمبر. تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط من خلال منفذ شحن تايب سي. تصميم شيك وأنيق وألوان جديدة مبتكرة. سعر الهاتف: نسخة 3 زائد 32 جيجا 32000 دينار جزائري، نسخة 4 زائد 64 جيجا 35000 دينار جزائري. سعر الهاتف عالميا في الصين والهند يبدأ من 140 دولار أمريكي حسب مساحة التخزين والرامات. إلى اللقاء.